كيف يكون من حق الزوجة حضانة الأولاد في حالة الخلع؟ على أي أساس هذا؟ ولماذا لا يطبق سن الحضانة في الشريعة 7 سنوات؟ محمد أنت تجازف، ما الدليل على أن سن الحضانة 7 سنوات؟ أما ما سألت عنه من الدليل على أن الأولاد معها، فقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت حق به ما لم تنكحي، فاضبط كلامك. من الذي قال؟ هل الرسول قال سن الحضانة 7 سنوات؟ راجع أمرك.